حضر صار كنا ماء الفكرة ودورة المرحوم الكابتن ميمي اكلدان برحب الله بالكابتن عمرو السبري المشرف على دورة المشرف العام على دورة على اكاديمية الكابتن 2015 الأكاديمية بقى كل مرة كده عشان نبدأ نستمتع بقى بالفن الجميل وعلي الهلاوي علي الهلاوي صاحب الكوادر البشرية واسم كبير في عالم الرياضة وسيرات وبيانات كبيرة هننسال بقى ان احنا نبارك والله لكابتن حسام صالح بقى بنجاح بنت ورا حسام صالح في الثانوية العامة على طول عند النورس بقى نجم الفريق العزاء الأسبق علي المنوفي عالم نوفي في نص الملعب الفاصل كده من المهارات حمد فاكري وبدون القاب كده علي البلاوي مجد الشعب حمد فاكري واتفرج بقى على الكوره على الارض كده وفاصل المهارات الفريقين دول يا جماعه ما ناقصهمش الا اللياقه البدنيه بنرحب والله بالاستاذ صلاح اكلداني على طول يا ميت كنت ساعات الوقت ما تعلقش عشان ينزل اللعبه واتفرج بقى هنبص كده على الناس الجيل الصغير هيبص على علي الهلاوي ويقول لك ده جسم جد خالص لا يا جماعه كابتن علي الهلاوي نجم النجوم ونجم نجم الورده ريحتها فيها على طول علي الهلاوي من ناحيه اليمين علي الهلاوي بيحطها مشتركة عند النورث عمرو بيبو باك شمال ولا عمرو بيبو مسيرات وجولات مع فريق العزية وفريق الحديد ومين الأمس النورث كده من ناحية اليمين بيحطها له محمد ناس على طول حسام صالح ومشتركة كده طويلة وعلى طول بيبو كده شاطة كده من زمان وبيبو بقى بيبو بقى بعيد عن جابه وشد بقى بيجيز عن يلا على الكورة ازاي بص عليه كده بص على عم بيبو نجم نجوم فريق العسل شد موسيم لكل القائمين على هذا العمل بنرحب طبعا بكابتن برضه عنتر فتحي عوض نجم نجوم العزاء الاسبق والرجل بقى الشورى كده واليسرى اللي طالما قطعنا وصل بقى دلوقتي بعثه فريق العزيه على راسهم نجم نجوم الكابتن عماد فتحي حارس مرمى فريق نادي الاسماعيلي والشرقيه والقناه وطنطا وجسر والشرقيه دلوقتي تقريبا نجم فريق الشرقيه كابتن عماد فتحي بنرحب بهداف الدوري الدرجه الاولى الكابتن علاء فتحي نجم نجوم الممتاز به والله بنرحب بالعائد بقوه الكابتن حسام قالب الماوي وشايف بقى على طول الكابتن طارق النشوي بقى والكابتن طارق النجار والله والكابتن طارق النشوي راسين على الغير على طول الشوط الثاني على طول بقى عايزين نتفرج على الجوهره السمراء الكابتن ونتفرج على الدجاه طارق النشوي الكابتن طارق النشوي على طول يا سنه عشان الوقت يا جماعه وعشان المباراه المرتقبه بين فريق امينيا القمح هندسه الرائد من القمح ونجوم واللي قعدت العبره النهارده عشان هيقابل مين يا جماعه؟ هيقابل نجوم الممتاز هيقابل عماد فتحي هيقابل حسام الملاوي هيقابل علاء فتحي هيقابل عطيه النشوي هيقابل نجوم الدوري الممتاز ونجم العزيه حسين تنتاوي ونجم المنصوره حماده خربوش ولا وكل نجوم العزيه والكابتن طبعا الساحر الماجيك وعماد حلمي على طول عند حسام صالح في نص الملعب واتفرج بقى على الزمن الجميل لحسام صالح شوف يا جماعه بقى شوف الوزن قد ايه وشوف السيطره على الكوره شوف الكابتن حسام صالح السيطره البشريه الذي طالما اهتز كل ملاعب ميديا الام والشرقيه الكابتن حسام صالح على طول عند محمد ناصر حسام صالح شوف جنبه وشايف بقى كده وبيقول له مجد الشيخ انا شايف يا كابتن حسام وبيلعب مع بعض وحاسين بقى شكل موسوم لكل جماهير عزيه بنرحب بيه الاستاذ لطفي الاستاذ لطفي بالباري والاستاذ لطفي الصياد لحضورهم واعتقادهم لغباء هذا العمل الرائع. الكابتن ميمي تجباني قيمه رياضيه كبيره. دعامة الرياضة بين الأنف والشرعية، الثقافة، الناحية الاجتماعية، الناحية الرياضية، الناحية الأخلاقية، والله لو فاكر علي المنوفي، علي المنوفي
الهلال ايه طالع عمال عالم نوفي وعالم الهلال ايه عزيزة حالي الهلال عالم نوفي في جدور طريق عزيزة مش هل بقى على طول الكابتن طارق الياسي والجوهرة السمراء والنا الكابتن طارق المدار في مسانة الرياضية والنورية والنورية لعب رياضية والله بنفرح ان نشوف كل الناس الحلوة دي متجمع غفير مغفير لكل الرياضي لكل شباب العزية من اجل نجاح هذا العمل الرياضي في دورة المنشاه الكابتن ميمي الكابتن ميمي الداني هو الفائز الحاضر وله الفضل الكبير على الرياضة بالملاعب والعزية والشباب على الهلال على الهلال عزيز قطع ولا يشوف دين بقى فاهم من ناحية الشمال دين اللي احنا نشوف كده يعني كل خرج الغلط على طول الكابتن شكري امام كده طرد اسهل وتحذير للكابتن خالد مش عارف بقى كابتن خالد بقى مين النهارده حمد ابو كيدي نجم فريق عز الاسبق يلا يا جماعه بقى ده من 20 سنه وبنتفرج على النت كده يعني كان عطايا ومدين في سماء الرياضه من الان كابتن حسام صلاح اتفرج بقى الناس يا جماعه كلها اربعينات وخمسينات اتفرج على الفيديو ازاي وبيصير من فوق ازاي من الاشباح اتفرج على اكاديميه الكابتن 2015 على اقدام العزيه للرياضيين بالعزيه برنامج كابتن شكري امام حمى حكم المباراه ولا بقى كابتن شكري امام كان لازم يشارك النهارده باللعب ولا يشارك بالتحكيم وعلى طول عند عامر فكري ماشي اليمين حسام صالح محمد نصر في نص الملعب بيطلع برافو على اليمين ويحطها على الهلال ويشوف على الهلال ويشوف جنبه المدفع دي علي الهلاوي نجم بيرجنا ونجم الدرجه الثانيه علي الهلاوي وشفيق يتوأم يكون بتاعه علي المنوفي في مصر الدنيا نشكر الكابتن على هذا العمل اهلا بيك يا كابتن عبد الشافع منورنا ومنور دايره الكابتن مين يملك الدرجه كل الناس النهارده جايه عشان تنجح دايره المنشور الكابتن مين الدرجه والله يا جماعه منزل اكثر من 40 عام وهذا الرجل الرياضي نجم يلمع في سماء الرياضه في ميدان الان ويرجع عشان لفضل كبير بعد ربنا سبحانه وتعالى اسال بقى كده عن الهلال اسال علي المنفي اسال عماد فتحي اسال الكابتن حماده حمزه اسال عمرو فكري اسال وائل سعيد اسال كل نجوم العزيه هيقول لك مين في الباب اي حد هيقول لك مين في الباب عشان كده اللي خلف اللي خلف نفسه مش بس صلاح الدولي ولا عاطف الدولي لكن كل النادي العزيه هم النادي كابتن ميمي على طول حسام صالح عمرو فكري من ناحيه الشمال عايز يحط التحديه وشوف التجمع عمرو فكري يلا رجل كرشه من ناحيه الشمال نجم العزيزي وائل السعيد نرحب بقى بكل الناس القائمين على هذا العمل الرياضي الكابتن ياسر شهاب والكابتن احمد الصياد ومحمد عبد الرازق وكابتن ملاح وكابتن شريف بن باري وكابتن احمد عزت وكل الناس النهارده لخلاف الشباب وبعاد الشباب نرحب بالمخرج التلفزيوني الشهير الاستاذ عماد ابو الاستاذ احمد وكل شباب العصر على كل ناحيه اليمين وشايف الاستاذ شكري امام كده بيبص في ساعته وعلى طول على الهلاوي عن حماده فكري في نص الملعب علي المنوفي وبرده يعني الشوط الاول من مباراه زمن الفن الجميل زمن الفن الجميل وقدامة العزيه وقدامة ميلا الان يلا بنرحب بالكابتن حسام صالح والكابتن علي الوافي والكابتن نجم الشيخ والكابتن عامر فكري والكابتن حماده فكري وعامل بالله نجم نجوم العزيه والكابتن علي الوافي والكابتن خالد الغامض وشوف بقى الجوهره السمراء الكابتن طارق المدار وكابتن طارق النشوي ساعة يا جماعة هي ساعة معانا مش هنبدأ منها لو حد وقع كل ساعة الساعة معانا من الوجود لو حد وقع كل ساعة يد ساعة يد معانا من الوجود ما زلنا شوف بقى كابتن محمد وبتستمتع بمباراه القدامى وبتستمتع ايضا بالمباراه المرتقبه بقى اللي جايه بين نجوم من الامل ونجوم العزيه نجوم الدوري الممتاز على طول كده النشوي سخن يلا علي المنوفي علي المنوفي الماسك علي المنوفي بيحرز هدف يتقدم لقدامى العزيه الفريق الف
متقدم كده بهدف على قدام العزيه فريق هنشوف بقى ازاي هيرد طارق النجار وحسام صالح ومحمد البويهي وعامر فكري على علي الهلاوي ورفاقه حسام صالح. حسام صالح كده عايز يتملى كده ويشوف بيميل او شمال ولا اللي فيه شغالين عنده بيحطها لعامر فكري وعامر فكري كده بيشوف شوطه جامده في العارضه وعلى طول حسام صالح بيتفرج يا جماعه الراجل ده 50 سنه يا جماعه 50 سنه وشفت بقى النزله وشفت اللعبه وشفت طارق النشوي وطارق النشوي طارق النشوي كده وخبره بقى في الملعب حمادة فكري المدفعجي علي الهلاوي علي الهلاوي في نص الملعب اتفرج على تحركات الملعب وعلى طول رمي التماس رمي التماس من ناحيه اليمين يحطها علي الهلاوي لعلي الهلاوي طارق النشوي وانت ساكر على صدر حصانه لخالد الهاوي والله بقى خالد الهاوي ده مش حارس مرمى يا جماعه ده خالد الهاوي ده نجم فريق العزاوي والهاب اليمين والشمال لفريق العزاوي حماده فكري وامتحان كده وفدائيه من علي موافق وكابتن حماده فكري بقى بيقول له بروح يا عم علي عندي شغل عندي شغل يا عم علي موافق على طول علي الهاوي متمتع بقى وشوطه جامده اعتقد لو علي الهاوي اتمتع كده وشوط الشوطه قدام واحد هتروح بيه هتروح بيه يا عمرو فكري بيبي طارق النجار عنده حسام صالح وفاصل كده من المهارات وعايزين بقى يتعادلوا فريق قدام العزية ليه؟ محمد بيودي شوطة جامدة يلا رجل جامدة ومن بعد محمد بيودي ضد فريق العزية وفريق مطاعم شرق الدلتا اسر على طول ضربة مرمى لصالح فريق قدام العزية ليه؟ قدام العزية ليه؟ عند طارق النشوي علي الهلاوي في نص الملعب يحطها لحماده فكري عند علي المنوفي ولا بقى كده تخطيطه كده بتعجب الناس علي المنوفي ما زال حتى الان والله يعني يمتلك الرشاقه والمرونه ان هو يكمل في ملاعب كره القدم لو عام الاسم حسام صالح الخطيره البشريه حسام صالح طارق النجار يلا شاهين يا جماعه بقى عندنا هنا ناس شاهين عندنا علي المنوفي ونص على طارق النجار على طول النشوي بقى ولمسات صحيه عن علي الهلاوي لكن طويله مشتركه بالحقيقه محمد البيبي على طول بنمشي اللعبه كابتن شوفي كده بنمشي اللعبه هو كابتن رامي تماس التصوير مع احداث المهمه هي والمعلم الرياضي الشاب كابتن محمد عبد الرزاق شكرا لكم كابتن محمد